الطلبه والطالبات اللي شاركوا معانا من خلال طول السنه، وقد ايه هم بيستعدوا وقد ايه بيعيشوا مع بعض فتره طويله جدا، بيبقى بيحصل فيه يعني تعارف وتقارب بين كل الجامعات المصريه والمعاهد والاكاديميات. خلاف بقى التنافس الجميل جدا، كل واحد بيحاول يطلع احسن حاجه، واحسن حاجه من وجهه نظري تخلي الشباب يشتغل على نفسه ويحاول يحسن من جوده نفسه، يكون في مسابقه كبيره زي دي التلفزيون والاعلام كله بيتابعها، والنهارده هتتذاع على الهواء في كذا محطه. يعني انا شايف ان دي حاجه مهمه جدا، دايما الانشطه المختلفه اللي حوالين الدراسه بتخلينا اكثر حبا ان احنا نيجي ونشارك ويبقى في حاله استيعاب اكتر، فاللي بيحب يلعب رياضه واللي بيشتغل في الفن واللي بيكتب ادب يعني كل حاجه الحقيقه بتبقى كويسه جدا. في الفترة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي وفي الظروف الصعبة اللي مصر بتمر بيها، قد ايه توجهات الوزارة لتغيير المسار بالنسبة للشباب عشان ما ينحرفش لأشياء أخرى؟ يعني الفن التشكيلي، الفن الموسيقي، فن الكتابة، فن التمثيل، يعني في كل المجالات الفنية الرائعة الوزارة بتطرقها، وده شيء بيحسب لها الحقيقة ويحسب وزير الشباب، لأنه هو فعلا بيغير الاتجاه.